أعظم عمل بعد توحيد الله جل وعلا بر الوالدين. فهنيئا لمن رزق الله بوالدين وما زال معه يعني يعيشان. فهذا الذي فتح الله له أبوابا، ليس بابا واحدا، أبوابا من الجنة، وفتح له أبوابا من الرضا، وفتح له أبوابا من الرزق. يستغله من يستغله ويضيعه من يضيعه. ولذلك يعني ثمرتها عظيمة جدا. أولها رضا الله، رضا الله في رضا الوالد، رضا الله في رضا الوالدين، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثالثة ثم أبوك. فرضا الله في 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 في, في الاثنين. ولذلك كما قلت كان طالب علم يعلم أن منفذ يعني استجابة دعائه من باب الأم، فكان كل يوم لابد يقبل يدها ويقبل بين عينيها ويسترضيها قدر ما يستطيع. وكلما أذنب ما يرى عملا يمكن أن يمحي عنه الذنب إلا تقبيل رجل الأم. فشو عنده بقى كنز ليس بعده كنز، كنز ليس بعده كنز. فمغبون ثم مغبون ثم مغبون من لم يستغل هذه الكنوز المتلألئة حقا عنده. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرع النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليتق الله ولسل رحمه. قلنا أن, 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 أن العلماء حملوا ذلك عليه بالتصريح، قال الزيادة بالتصريح، قال الزيادة. فالحقيقة في هذا الباب هي زيادة حقيقية في الأجل، وهذا الأشكل جدا عليه، وزيادة حقيقية في الرزق. زي الحقيقة في الرزق ما أشكل عليه، قال بر الوالدين فيه يحمي يعني يحوي الزيادة في الرزق. لكن زيادة في الأجل كيف؟ قلنا زيادة في الأجل في صحف الملائكة، مكتوب صحف الملائكة له 40، مكتوب في اللوح المحفوظ 40، وبصلة الرحم زادت ل60. فتغيرت في صحف الملائكة لم تتغير فين؟ في اللوح المحفوظ. نفس الأمر مكتوب في الرزق 100,000,000,000 في صحف الملائكة، ومكتوب في اللوح المحفوظ فيصل رحمه فيزداد إلى 2,000,000 مثلا. بهذا ولا إشكال في ذلك، لأن كنا نستنسخ ما كنتم تعمل. قال: فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ثم قال إيش؟ قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. أو خلاص في تقدير هنا عشان يستتم المعنى. وعند أم الكتاب المعنى لا يمكن أن يستقيم بهذا، في شيء في النص لازم في الوسط حتى يستقيم المعنى. فالتقدير هنا إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة. وعنده إيه؟ المثبت عنده فين؟ أم الكتاب لا تغيير فيه. فحقا من أراد ذلك، من رمى ذلك، فعليه أن يسرع إسراعا في بر الوالدين ولو بالإشارة فقط. وهو في الدرس بعد ما ينتهي: أمي كيف أنت؟ ويغلق ماشي راح بيته أو عند زوجتي قبل أن يسلم على زوجتي: أمي كيف أنت؟ بس لو فعل ذلك هو في السماء، عايش في أرض وهو في السماء، وهو في السماء. ولو كان طالبا للعلم لسه مش متزوج، أي خطوة يخطوها بعد ما انتهى منها يتصل ويسلم، فقط يسلم. تعرف لما تعلم أنه يهتم بها هي أصلا في جنة، هي في جنة لما تجد ابنها يهتم بها. ولو كان متزوجة بقى يعني هو في جنة، لأن هي وهو متزوج أصلا الشيطان ملبس عليها 50 جني إن الزوجة سرقته خلاص. أنت اللي ربيتي، أنت اللي حملتي، وأنت ربيتي، وأنت تعبتي ومتي، وجات خطفته على الجاهز وضراير. ولما تشوف زوجتك بتبوسك، اسف اللفظ يعني، تيجي هي تجري تبوس، ايه ما في ايه في ايه ايه ما فيش، مش ممكن يعني، الامر اشد. فلا بد للشاب هو الذي يتحمل ذلك يكون ذكي في هذا الباب. فهي لما ترى ان ابنها بيهتم بهذا الاهتمام هو في جنه، هي نفسها في جنه، تخليه بقى في جنه، ترفع ايديها. كان ابي امه كانت تعبانه منه شويه، متضايقه منه في شيء، لان هو صارم واي شيء معج ما يحبوش فيشتد، وطبعا ما يشتد هو يحنو على اخواتي، لكن يعني لازم يظبط المعج منه. فهي بتعرف الام بقى كلهم سواسيه في هذا الباب، وانها تحب حتى لو ابنها الجن ابن الجني، فما تحبش حد يشد عليه. فكان فيها شيء، كان والدي تعب جدا، وكان المرض قريب من مرض الموت، وهي سمعت الامه فقط، وكان صوته على شويه لانه كان متحمل جدا، فالتحمل له درجه، فجاءت انفجار بقى من شده، كان الدم اصلا لا يصل الدماغ. فسمعت صوته هي تحتي، سمعت صوته، انا هذا اتذكرها الان، فتحت الشباك او الشرفه وخرجت بدموع وصوت انا اللي سمعته فقط، كان هذا ثلث الليل في النزول. فرفعت ايديها وهي تبكي وتقول: اعلم انني راضيه عنه، اللهم
ارضى عنه الله ما ارضى عنه ارضى. ها انتهى امري. طلعت انا بعدها في اسطوح قلت يا رب اقبضه ما نريده معنا بس نقابله في الجنه. ما في ما مرش يوم الا ومات. نسال الله ان يسكنه في سياح الجنات. يعني هو ده الوحيد اللي طلبت بربي قلت بس نقابله في الجنه ما يهم الدنيا. لانه عاش يعني عنده رجوله وشهامه الحمد لله والشكر لله. لكن انا اقصده ان كان اهم شيء انا رايته انها لما قالت انا قلبي يرضى عنه فرض عنه عرفت انه ما فيش جنه غير بكده. ما فيش. ولذلك هي الوحيده. انا اصلا الله تعالى اخذني من امامه كان بيموت وانا كنت شاعر انه يموت. بس انا رحت انا المدرسه وانا في المدرسه انا لا لست ممن يتبنى وهب الثواب للموتى. العجيب انا لولا انني اخذ بالشرع ما اخذ بالواقع كنت غيرت مذهبي. لان انا دخلت الفصل الواد بيكلموني فقلت لهم مش عايز اسمع صوت اي احد واخرجت المصحف وانا اقرا ايه ودموعي ما تقف على المصحف فقلت اهم ثوابي ثوابه لرب. كان هو بيموت في اللحظه دي. هو بيموت بقى في اللحظه دي لا زوجته ولا اولاده ولا احد معه. امه بجانبه قالت له قل لا اله الا الله. فقال لا اله الا الله. انا ختمت السوره كان هو انتهى مات. اخبروني ذهبت اليه الحمد لله نسال الله ان يسكنه في سعه الجنه. لكن هذا هو وجدت شوف الله تعالى لما قبل منها دعاء انها راضي عنه هي التي لقنته لا اله الا الله ومات على ايديه على يدي. دي مكافاه من الله جل وعلا. فاياكم اياكم ثم اياكم ان تضيعوا فرصه الجنه باسهل ما يكون وايسر ما يكون. بر الوالدين لا يدنيه عمل. فلا تضيعوا الجنه بالبعد عن الوالد. واياك ان تغيرك زوجتك على امك تكون من احقر الناس. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشه قالت له من احق الناس بالزوج قال امه. وزاد على ذلك بان الله يقيه ميته السوء ويستجيب دعاء. يعني يبقى مستجاب الدعوه. كنت اعلم ذلك انه الام اذا رضيت يستجاب الدعوه. دي كرامات من الله جل وعلا. فحي هلا بمن علم ذلك او علم انه يعني فتح الله له بابا من الرحمات في هذا الباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليصل رحمه. قبل الحديث اتقوا الله وصلوا ارحامكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بلوا ارحامكم بالسلام بلوا ارحامكم ولو بالسلام. ولذلك كما قلت لو انشغل باهله واولاده يبقى اذا الهاتف الان الحمد لله منا هو خير وصل لابيه خير وصل له. يعني اتصالات رسائل الام لما ترى رساله جاءت من ابنها او اتصال قلت لكم هذه بالدنيا عندها تعلم انه ما احد شغله عنها. الام تغار جدا 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 مما يشغل ابنها عنها واكثر ما يشغله عنها يمين الزوج. عشان كده الحموات القنبلات هذه في هذا الباب. فكن ذكيا واعلم للام قدرها واعطي كل ذي قدر ايش؟ قدره. هذا اللبيب حفاظ مستنبطه. باب الجنه الوالدان. اذا اراد الله خذلان عبد قطع وصله جعله قاطع للرحم. ولانها اعجل العقوبات. قال الرحم اما ترضين ان اقطع من قطعك. استقامه الشخصيه مرهونه بوصل الرحم. لان قاطع الرحم ليس له مروءه ولا شهامه.